السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. كنتمنى الفيديو تاع اليوم نلقاكم في احسن الاحوال. قبل ما نبداو كيف ما العاده نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده، وعواشر مبروكات عيد تعاودوا بالصحه والسلامه. اليوم اخواتي جي نشارك معكم جوج وصفات من فطور تاع العيد، وبلا ما نطول عليكم نخليكم تشاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما مشتركش اشترك. مرحبا، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. هنا نجدو واحد الرغيفات زوينين ولذاذين وصحيين في الفران. كنحتاجو أول حاجة 4 معالق كبار ديال الدقيق، كنضيفو ليهم 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي. بيتو تعجنو بيديكم، عجنو ولا تستعملو حتى العجانة، كيبقى الإختيار ديالكم. هنا كنحتاجو 2 معالق كبيرة ديال الخل. الخل الدور ديالو كيحافظ على القرمشة ديال الرغيف. وهنايا كنديرو 2 معالق صغيرة مبتوسطاش، عفوا 2 معالق متوسطة ديال الخميرة ديال الحلو بيكون باودر، و2 معالق كبيرة تاع السكر، وكنضيفو الماء على حساب الخليط، وبالنسبة للماء يكون عادي. هنا بعد ما دلكات، هذا هو الشكل النهائي ديالها، ضروري تكون مدلوكة مزيان، ما كتكون مرخوفة، ما تتكونش كتلصق، كتكون رطبة ومدلوكة. صافي، هنايا كنضيفوها في هذا الإناء هذا بعد ما دهنتو بالزيت باش ما تلصق ليا، وكنغطوها بلاستيك غذائي وكنخلوها ترتاح. هنا غادي نجدو واحد الحشوه اللي كتكون رائعه بزاف بزاف، اللي غنحشو بها هاد الرغيفات. عندي هنا التمر مقطع، وعندي هنايا الزبيب، وعندي هنايا الفول السوداني عفوا، اي كاوكاو مهرمش. عندي هنا الفاني بنكهه زهره البرتقال، اللي ما كيعجبوش المذاق تاع الزهر عفوا، يمدك ليه يدير غير الفاني عادي. صراحه راه كيعطي واحد المذاق رائع هذا الفانيل ديال ماء الزهر، نكهه الزهر عفوا. صافي، هنا درت 3 معالق كبار ديال السكر، و 2 معالق كبار ديال الفيرميسيل. ولا بيضيفو حتى الكوك ضيفو، راه حتى هو كيعطي واحد البنه رائعه. كنخلطو الحشوه ديالنا وكنخلوها جانبا. هذا هو الشكل ديال العجينه بعد ما ارتاحت. هنا كناخذ كويرات صغار يكونوا بحجم ديال حبه المشمش، باش ما صغرتوهم راه مزيان. مع غادي نديرو وحده وسط وحده، كنبقاو غادي نبعها بالجناب، ما كنهزوش من الوسط، بقاو غادي غير بالجناب شويه. صافي، وكنديرهم كويرات صغار، وهذا هما الكميه اللي عطاتني. كنخليهم عاوتاني يرتاحوا واحد المده ديال 15 دقيقه، باش ما يرتاحوا مزيان كيعطونا الطعم في الخدمه. صافي، وهنا بعد ما ارتاحوا كنجرورقوا بالزبده والزيت. بالنسبه اخواتي للزبده، ضروري تكون بارده، ما خصهاش تكون سخونه، غادي تقطع لكم العجينه ديالكم. صافي، كنبقوا غاديين بهذه الطريقه هذه مع شحال ديال المسمن حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا. بالنسبه للعجينه تاع المسمن، الا كنتو كتخدموها وكترجع ليكم، عرفوها بلا ما مرتاحش مزيان، خاصها ترتاح شويه. صافي، وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معنا بشحال الشكل ديال المسمن. وكيف ما سوقت قلت لكم، حاولوا تصغرهم، انا هنايا درتهم كبارين شويه، من الافضل ان هذوك الكرات ديال العجينه ديالكم تصغروهم. صافي، وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه وكنورقوا بالزبده والزيت. نحاولوا دائما نضربوا الجناب، ما نخلوهمش غلاضين باش ما يجوش معجنين. صافي، هنا كنبداو نديرو وحده وسط وحده، كنورقو كيما قلت لكم بالزبده، وكنحاولو عفوا نرققو الجناب والوسط، وناخدو وحده ونديروها الوسط، ونبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه كيف ما شرح لكم الفيديو. راه الطريقه هذه كيجي الرغيف تاعكم مورقين، وهذه الطريقه يمكن لكم تستعملوها حتى في المسمن العادي، راه كيجي مورقين من داكشي. كنتمنى انكم تجربوها.
صافي. هنايا بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي كنجيبوا الحشوه ديالنا، كناخذوا اول حده خدمناها كنقرصوها على هذا الشكل هذا، وكنديروا الحشوه في الوسط على هذا الشكل هذا كيف ما شرح لكم الفيديو، وكنبقاو نجمعوا بالجناب بحال هكا صافي. وغير كنوركو عليهم ما كنقرصوهمش، وكنقلبوها وكنديروها في طاولة غادي ندخلوا الفرن، وكتبقوا غادي من نفس الطريقه حتى كتكملوا كاع الكميه اللي عندكم. راه الصراحه راه ساهلين وما كياخذوش الوقت بزاف، وكيستاهلوا انكم تخدموا عليهم، راه كيجيو لذاذين بهاد الحشوه هذه. كنتمنى انكم تجربوهم. كونوا على يقين انهم غاديش يتحلوا لكم في الفران، وكما قلت لكم باش الا جمعتوهم ما توركوش عليهم، غير جمعوهم بشويه وقلبوها ديك الجمعه اللي جمعتو تكون لتحت، والوجه يكون يبقى مقاد. بالنسبه للطيب ديالهم تيكون الفران سخون على درجه 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى، ملي كندخلوهم من الفران كنشعلوا عليهم غير من التحت حتى كيتحمروا، ونشعلوا عليهم من الفوق. هنا بعد ما درناهم في الطاوه ديال الفران اللي درت ليها الورق ديال الطبخ، وكندهنوهم بالزيت وندخلوهم الفران كيف ما قلت لكم درجه الحراره 180، كنشعلوا عليهم غير من التحت، ومره مره كنطلعوا عليهم اللي كيتحمروا ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. انا هنا سهيت عليهم فتحمروا ليا بزاف صافي، وكنشعلوا عليهم الفوق عفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن، غير كتشعلوهم الفوق حتى كيتحمروا. انا هنا فوت فيهم شويه ديال الطياب، ولكن جاو صراحه ما نكذبش عليكم راه جاو مقرمشين ولذاذين بزاف. وهنايا وهما سخانين كي كتخرجوهم من الفرن مباشره تسقوهم بالعسل وتخليهم في اللاطا حتى كيتشربوا داك العسل، وتبقاو تزيدوهم. انا هنا زدتهم حتى ثلاثه الخضرات، وانا كنخوي عليهم العسل حتى تشربوا العسل مزيان مزيان صافي. وبالنسبه اخواتي للتزيين كيبقى تزيين اخواتي اختياري، انا هنا خليتهم حتى بردوا، عاد زيدت عفوا عاد حيدتهم من اللاطا وبقاو يشربوا في هذاك العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف ديالنا، راه صراحه كيجيو مقرمشين وبالحشوه اللي فيهم كيجيو لذاذين كيف ما كتشاهدوا معنا. رحت معكم وحده راه كيجيو مورقين وكيبقاو شادين قرمشه مده طويله. اخواتي نشارك معكم واحد الكيكه بالقهوه اللي كتجي رائعه بزاف ولذيذه وهشيشه. هنا نحتاجو كاس ديال القهوه ديال سريعه الذوبان، وكاس ديال الزيت الا ربع، وكاس تاع السكر، وثلاثه البيضات، وبسه ديال الملحه، وجوج خمارات ديال الحلوه. انا عندي هنا تاع 7 غرام ما يعادل 14 غرام، وكاس تاع الفاني. اول حاجه كيف ما العاده هنا كنديروا ثلاثه البيضات مع السكر والفانيل وقبيصه تاع الملحه، وكنطربوهم مزيان مزيان حتى كيطلع هذاك البيض ودخول هذاك السكر مع البيض. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه باش ما كتضربوا البيض ديالكم مع السكر، كيعطي نتيجه رائعه. وان شاء الله نشارك معكم طريقه نجاح هاد الكيكات اللي كيخسروا لهم بزاف اخوات تاع الكيك صافي. هنايا وكنبداو نضيفوا الزيت بشويه بشويه باش ما حنا كنضربوا وحنا كنزيدوا في الزيت صافي. وبعد ما ضفنا الزيت كنجيو نضيفوا هنايا الكاس ديال القهوه اللي قلت لكم درت كاس ديال القهوه تاع نسكافيه
سريع كأس ديال القهوة سريع الذوبان عفوا، كنضم ضربه بطريقة عادية. بغيتو ديرو الحليب مع القهوة ديروه على حسب اللي بغيتو. هنا كنجو نديرو النواشف. عندي هنايا كنت خديت جوج كيسان ديال الدقيق بعد ما انا غربلتهم، وجدت ليهم جوج معالق ديال الكاكاو وخميرة تاع الحلوة تاع بيكنج باودر. انا هنايا عارفة العبار، خديت هنايا شوية بشوية وكنخلط كيف ما العادة حتى كنحصلوا على القهوة ديال الخليط اللي بغينا. انا هنا خدا ليا جوج كيسان ونص ديال الدقيق صافي. هنا درت جوج كيسان وبقى لي القوام باقي ماشي هو هذاك، وزدت ليه نصف اخر ديال الدقيق، نصف عفوا نصف كاس اخر ديال الدقيق. وبالنسبه للدقيق اخواتي كيبقى على حسب النوعيه تاع الدقيق وعلى حسب شحال ديال البيض درتو صافي. انا هنايا بديت كنضيف بشويه بشويه، خدا ليا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. وضروري من الدقيق الا بديرو في الكيك ديالكم والحلوه ديالكم عامه بصفه عامه خاصكم تكونوا غربلتوه صافي. هناك حتى كنغسلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتشاهدوا معنا، وكتبقاو تهزوا الطرب اليدوي ديالكم وما كيتقطعش لكم الخليط، وكترسموا واحد الرقم 8. هذاك هو ان الخليط ديال الكيك والقوام ديال الكيك ناجح. وكتضيف واحد المعلقه ديال الخل، راه صراحه راه الخل تعطي واحد الهشاشه من داكشي وكيحافظ عليه. وهنا بالنسبه للمول، انا هنا دهنته بالزبده والدقيق ودخلته للكونجيلاتور باش يسهل عليكم انكم ديمولو الكيك ديالكم. بعد ما هنايا درت الخليط ديالنا ديال الكيك دخلته للفرن على درجة 180، النار من الأسفل، خدا ليا نصف ساعة تقريبا. وهنا كناخدو واحد الكيغدون ولا موس كنخشو في الكيك، إلا خرج ناشف عرفو بلي الكيك ديالكم راه طايب. والفران ما تحلوش عليه حتى كتفوت 30 دقيقة، إلا شتو الكيك ما طابش خلوه يكمل الطياب ديالو صافي. كما قلت لكم راه هنا بعد ما درت تديرو المول كدهنو بالزبدة كديرو في الكونجيلاتور راه كيسهل عليكم انكم ديمولو. انا هنايا زينت الكيك ديالي بديسير ديال دانيت، ولا ديرو الكاناش كتاخدو الشوكولات مع الكريمه السائله وكتذوبوه. انا هنايا درت غير ديسير ديال دانيت من نكهه الشوكولات صافي. وكما كنقول لكم اخواتي التزيين راه كيبقى اختياري باش ما عجبكم كتزينو. وخديت هنايا ايضا الفول السوداني اي كاوكاو كونكاسي وزينت به الجوانب على هذا الشكل هذا. وخديت ايضا بغيتو تزينو بالفريز تزينو باش ما بغيتو، ولا تخلوه غير هكا كيف ما كنقول لكم التزيين كيبقى اختياري. هنا خديت عفوا وهنا زينتها ايضا لو سوغيز اي الكرز المعلب. كما كنقول لكم راه التزيين كيبقى اختياري. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، راه صراحه كتجي رائعه ولديده، كنتمنى انكم تجربوها. واقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المقادير، وكنتمنى انكم تجربوها. وهذا هو الشكل النهائي تاع طبيله ديال العيد. كنتمنى العيد ديالكم تدوزوا بالصحه والسلامه والعواشر مبروكه، وتعيدوا تعودوا بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. كنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوه مع الاصدقاء والعائله اللي تعم الفائده. شكرا على المشاهده، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واحبكم في الله.